مساء الخير واهلا بكم ولقاء جديد من باب الخلق. امبارح ودعنا فنان كبير، فنان ليه اثر كبير في حياتنا، الفنان عزت العليلي. عزت العليلي من الفنانين اللي ممكن تحكي عنهم كتير جدا. هو نموذج لكل مواطن مصري، ويمكن هو كمان عمل فيلم المواطن المصري بروعه مع عمر الشريف ومع عبد الله محمود ومع عمنا المخرج الكبير صلاح ابو سيف، وانا كان ليا شرف ان انا حضرت تصوير اجزاء كبيره من هذا الفيلم، وحضرت التصوير كتير للاستاذ عزت العليلي. عزت العليلي من باب الشعريه، وبعدين برضه والده اشتغل في اسكندريه، قعد شويه في اسكندريه، ووالده مات وهو صغير. نفس القصه اللي بتتكرر كل يوم لشباب مصر. تولى مسؤولية، عنده 4 اخوات بنات، لازم يشتغل بدري وبسرعة. طبعا دخل معهد الفنون المسرحية وقعد يعني يربي اخواته مع والدته، وقصة كفاح، قصة كفاح حقيقية يعني، وقصة اغراء من الحياة لشاب استقبلته الحياة لما ظهر كده استقبال كويس. فكان عنده مجالات كتيرة جدا يقدر يحقق منها ثروة كبيرة، لكن عزت العليلي مجرد ما حس ان هو عليه مسؤولية مع الناس اللي بيحبوه تفرغ لان هو يدينا حاجات حلوة. شوف ليه في افلام كتير شارك فيها عزت العليلي، لكن ما تقدرش تنسى دوره في فيلم سقامات، دور مش معقول من الجمال. عمل حاجات كمان لنجيب محفوظ، عمل دور فيلم الاختيار، فيلم مهم، عمل اسكندريه ليه طبعا، عبد الهادي في الارض، يعني دور يعني كان مميز. وكان لما بدا يشتغل في الفتره دي عزت العليلي بدا تقدر تقول سنه 60 في رساله من امراه مجهوله، ده الفيلم اللي هو بدا فيه حياته. لكن قبل كده اشتغل معد، ومعد في حاجه غريبه جدا، كان بيعمل حاجه اللي احنا بنعملها في باب الخلق دلوقتي، بس يعني على قدنا، مش زي عزت العليلي. لدرجه انه لفت نظر جمال عبد الناصر، يروح المحافظات يعمل حلقه، يروح يوم واحد محافظه بني سويف يصور في المحافظه ويرجع يذيع في التلفزيون. فعبد الناصر قال لهم برنامج ده حلو، كتروا من البرامج دي، كتروا من تواجد اهالي المحافظات والمحافظات في التلفزيونات عشان الناس تشوف بعضها. ده من اول ما التلفزيون طلع، بكلمكم في بدايه الستينات، من اول حاجه كان بيشتغل معد، هو اللي بيعمل الشغل ده كله عزت العليلي. وقال لهم عبد الناصر اعملوا يعني شوف من بدايه التلفزيون ازاي احنا وصلنا الوقت عشان الواحد يروح محافظه، يعني يبقى كانه عمل انتصار كبير، مع انه المفروض ان الناس كلها تبقى موجوده على الشاشات الصغيره بكل افكارهم، بكل اعمالهم، بكل حياتهم، عشان احنا نشوف بعض. دي ميزه عظيمه جدا في التلفزيون، وطبعا في التواصل والحاجات دي دلوقتي، ان الناس عايزه تشتغل ده بكفاءه عاليه. بعدين لما اشتغل في السينما حصل بعديها شويه كده، بداوا الفنانين يسافروا بره يعملوا افلام مش تمام. لما بدا هو يحس انه بيعمل الافلام دي مش عاجباه فتوقف وانتبه، وادرك ان التمثيل مسؤوليه. مسؤوليه يعني ايه؟ يعني رساله، اوكي ماشي، لكن هي مهنة. مهنة ممكن تكسب منها كتير قوي وتخسر من نفسك كتير قوي، ومهنة ممكن تكسب منها قليل وتكسب نفسك كتير قوي. يعني تبقى انت كده يعني عزت العليلي لما كنا نقابله في مكانه بتاع، هو يعني مش مسألة بس انه واثق من نفسه، مسألة انه حاسس
ان الموهبه اللي اداها له ربنا سبحانه وتعالى في موهبه التمثيل استثمرها احسن استثمار. لدرجه انه كانوا يكلموه الكتاب الكبار: يا عزت بيطلبوك في الافلام ما بترفض ليه؟ يقول لهم انا مش هشتغل الا لما يكون في حاجه في معنى للي بقدمه، مش حجري ورا الفلوس. ولذلك ما عملش ثروه ماليه، لكن عاش مستور وعاش كويس. لكن عمل ثروه فكريه. ايه الفكريه؟ يعني اذا كنت عايز تقول ممثل عظيم وبتاع كل ده كلام كويس، لكن انا بشوف في عزة العلايلي زي ما غيري بيشوف نفس اللي انا بشوفه، ان هو نموذج لكل فنان طالع. الفن صحيح متعه وتمثيل واداء كويس وحاجات زي كده، لكن جميل ان انت تحفر عشان تعمل حاجه حلوه. يعني تعمل شويه افلام، يعني تلاقي عملوا مسابقه من حوالي يمكن من 20 سنه او اقل شويه، قالوا تعالوا نشوف احسن 100 فيلم في تاريخ السينما المصريه. فتلاقي عزت العلايلي رغم انه مثلا ممكن يكون شارك مثلا في مثلا ما اعرفش عدد الافلام اللي شارك فيها 70 80 90 فيلم، وفي غيره عمل 200 و300 فيلم، لكن هتلاقي في ال 100 فيلم بتوع السينما المصريه هتلاقي فيلم الارض، هتلاقي فيلم الاختيار، هتلاقي اسكندريه ليه، هتلاقي السقامات، هتلاقي خمس ست اعمال لعزت العلايلي. فهو يعني بيقولوا باللغه العربيه نبراس، يعني ايه نبراس؟ يعني علامه كده مضيئه لكل واحد بيفكر في مهنته ايا كانت مهنته، انك تقدم حاجه انت مبسوط منها وتحقق لك العيشه كويسه. اللي بيجي ورا الثراء وبتاع ده يعني هو حر، يعني كل واحد حر فيما يختار. لكن هو ما نيجي نبص الله عزة العلايلي، لا احنا رحل عننا فنان محترم، فنان ادى. وبعدين عمرك ما تسمع عنه حاجه كده ولا كده ولا كده ولا، يعني انا اعرف عزة العلايلي رحت له بيته كتير جدا ما شفتش الست بتاعته ابدا، زوجته ما شفتهاش. يعني هو كان متشدد؟ لا، عاش حياه عاديه، يعني عاش حياه انه هو كانه بيشتغل اي شغلانه ملوش دعوه ولا بالنجوميه ولا البتاع. في حاجه تانية يمكن حضراتكم ما تعرفوهاش في شخصيه الاستاذ عزة العلايلي، انه كان دمه خفيف جدا. صحيح هو بيعمل ادوار جاده جدا معظم ادواره، لكنه هو كان من الاعداد المبهجه اللي تقعد فيها يكون فيها عزة العلايلي. دمه خفيف، سميع اغاني جميل جدا، وكان صديق قريب جدا من عبد الوهاب، وكان يقعد يغني مع عبد الوهاب، عبد الوهاب يعزف وهو يقعد يغني. وكان ليه حضور. ولا تملك في حضره عزة العلايلي الا كانك تكون حاسس بايه؟ بنشوه كده. في حد احترم مهنته واحترم موهبته وادى للناس اللي يقدر يقدمه. ما تسمعش ان عزة العلايلي مثلا انا عندي رساله ومش عندي، ما قالش كلام من ده خالص. زائد ان هو كان قدامه مجالات كتير، لكنه اختار دائما انه يقدم لحضراتكم، ليكوا انتوا مش لحد تاني، فن كويس. ولذلك احنا نودعه ونحن بنشكره على الرحله بتاعته، وبنشكره على اللي اداهولنا من فن. ويبقى من عزة العلايلي ان احنا نتعلم لما نكون بنبدا حياتنا نبص نشوف الناس، في ناس عملت كده وفي ناس عملت كده وفي ناس راحت كده وفي ناس راحت كده، وبعدين نبص نشوف مين اللي بيترك اثر في الحياه، ومين اللي عاش. على فكره عاش عزة العلايلي حياته كلها مرتاح جدا. ليه؟ لانه ما عندوش حاجه بتنغص على حياته، لا عايز يعمل كذا ولا عايز يعمل كذا، هو عايز يمثل حلو، يعمل حاجه حلوه. ولذلك هتلاقي معظم الاعمال اللي عملها عزة العلايلي سواء كانت اذاعيه أو مسرحية أو تلفزيونية أو سينمائية فيها أعمال مهمة وأمتعتنا، ويعني إحنا نترحم عليه ونقدم عزانا لبنته ولابنه دكتور محمود العلايلي، أظن بنت عزة اسمها رحاب، ولأحفاده. ونرجو إن إحنا ناخد من الناس اللي بترحل عن حياتنا كل يومين نودع حد، وهذه سنة الحياة، ناخد منهم الدرس اللي هم ادوهولنا من غير ما يقولوا لنا احنا بنديكوا درس. هم عملوا الدرس في حياتهم، هم نفذوه على نفسهم ومشيوا وسابوا لنا الفكره. ايه هي الفكره؟
انك انت تبدأ حياتك تفكر تبقى زي ده ولا زي ده، وانت حر. يأسك وصبرك بين ايديك وانت حر. تيأس ما تيأس، الحياة راح تمر. فأرجو ان احنا لما نبقى عارفين المعنى ده ان هي هتمر هتمر، وان احنا مجرد هنبقى ذكرى، فنحاول نسيب للناس حاجة حلوة. وعزة العلايلي ساب لنا حاجات كتير حلوة. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. تعالوا بقى نروح مشوار قريب 70-80 كيلو ونروح الفيوم. اللي ما راحش الفيوم وتجول فيها يعني لازم يروح ويتجول في الفيوم. طول ما انت ماشي في الفيوم في اثار عريقه جدا جدا جدا، قديمه جدا جدا جدا، من قبل التاريخ بمئات السنين. الفيوم الفيوم فيها قصر قارون مال قارون. احنا رحنا هناك عشان نشوف ناخد المال دوت، طلع لا في مال وما اظنش كمان ان هو قصر قارون. لكن حكايات حجاره موجوده فيها تاريخ، فيها تاريخنا، والناس قد تنسج يعني حكايات وحكايات وحكايات. تعالوا نشوف حكايه قصر قارون اللي موجود في الفيوم. على بعد حوالي 50-60-70 كيلو من مدخل الفيوم يوجد هذا القصر. طبعا هو قصر منيف. المنطقة دي كلها اسمها منشأة قارون. ناس هنا طيبين متأكدين ان قارون كان هنا، وان القصة كلها حصلت هنا في منشأة قارون. إن قارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. والعصبة هنشرح لكم كل الكلام ده وإحنا في قصر قارون. كل الناس هنا تعرف إن ده قصر قارون، بس الحقيقة إنه الكلام ده كله فاكس. يعني ايه فاكس بقى؟ انتوا عارفين يعني ايه فاكس؟ في كلام بيقولوه العامة، حكايات تتوارث لدرجة إن في حاجة هتلاقوها في النت مكتوب التاريخ الخرافي. يعني في تاريخ، في يعني حكايات بتتقال، وفي تاريخ موجود في الكتب المقدسة ما نقدرش نتكلم فيه أبدا، لازم نقدره ونحترمه. في كل الكتب المقدسة في قصص تاريخية، وفي تاريخ الحجر ده هو يتحدث عن نفسه. إنما احنا دلوقتي في القصر ده، القصر ده عليه حكايات كتيرة، لكن الحجر ده اتكلم قال لنا إيه؟ القصر ده تاريخيا ليس له علاقة بقارون الذي ذكر في القرآن الكريم وفي التوراة وفي القصص الدينية كلها. قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. البغي هو اللي أكثر من الظلم. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إيه العصبة؟ خدناها برضو من القرآن. ونحن عصبة اخوات سيدنا يوسف،
مش معقول يحصل له حاجه ونحن عصبه. الايه بتقول ما لك لا تامنا على يوسف ونحن عصبه. عصبه يعني كم واحد بقى العصبه؟ قالوا هم 10. مع ان سيدنا يوسف لما شاف المنام قال اني ارى 11 كوكبا والشمس والقمر. الشمس والقمر ده سيدنا يعقوب وزوجته. ال 11 دول كان منهم اخوه. اخوه مش من العصبه. اخوه مش من العصبه، اخوه اللي هو شقيقه مش من العصبه، فيبقى العصبه هم ال 10 اخوات يوسف اللي ليهم القصه الشهيره. العصبه وللقوه دول ما يقدروش يشيلوا المفاتيح بتاعه خزائن قارون اللي قالوا انها موجوده هنا. هنا مفيش حاجه قلنا. هنا مفيش اي حاجه خاصه بقارون. هنا قصر هنخش نطل عليه. والمعلومه اللي انا عايز اقولها لحضراتكم من خلال التقرير ده انه ده اثر زي اي اثار موجوده في مصر من قديم الزمان. لا في قارون ولا قرب ناحيته. وده لان الحجاره هي اللي بتقول. الحجاره لما تقول لازم انت تسكت شويه وتتامل شويه. ليه بقى؟ لان الحجاره لما بتقول حاجات فيها بقى علوم دقيقه، جيولوجيا وكذا وكذا وكذا، بتؤكد ان دوت مبني من فتره محدده، مش ممكن يبقى اقدم منها 100 سنه 200 سنه، انما مش بالاف السنين. فالفرق بين بناء هذا القصر وبين قصه قارون المذكوره في القران الكريم وفي الكتب المقدسه الفرق كبير جدا. القصر ده طبقا للتاريخ والاثار والدراسات والحاجات اللي زي كده مبني في العصر الروماني اليوناني لاله كانوا بيعبدوه وقتها اسمه الاله سوبك، اله الحب. وده المعبد بتاعه جوه. العامه هننقل تاني، ده التاريخ اللي مناقشته بيبقى صعبه شويه لانه اثار موجوده هي الحيطه بتتكلم. العامه يقول لك لا ده كان قصر عرش قارون وهنا في الاوض 365 اوضه بعدد ايام السنه. وقال لك ايه بقى؟ كل يوم الشمس بتشرق على اوضه واليوم الثاني تشرق على الثانيه بطريقه هندسيه كده بحيث ان ما تخشهاش الشمس. الشمس حلوه الشمس اللي بتاعت شاديه الا مره واحده في السنه كل اوضه من دول. طبعا لا، هو تقريبا الاوضه اللي موجوده 100. ويقولوا بقى ان الاوضه دي كان فيها الخزائن والذهب. يقول لك كمان ان لقوا فيها مخطوطات. كل ده كلام مكتوب فيها المعادلات الحسابيه اللي كان عمك قارون بيعملها، فيقوم يجيب التراب يعمله ايه؟ ذهب. ده في كتب، انما الواقع الارض اللي احنا ماشيين عليها دي بتقول ان هنا اله الحب. احنا داخلين دلوقتي لقدس الاقداس، لكن في ناس تانية تقول لك لا ده عرش قارون. في بقى حاجة غريبة جدا ثبتت بقى ثابتة في كل 21 ديسمبر بتتعامد الشمس لمدة أكتر من 20 دقيقة. بتتعامد الشمس على قدس الأقداس زي القصة اللي بتحصل في الأقصر بالظبط. ودي قصة طبعا بتبقى حاجات من الحاجات العالمية العظيمة، إن إزاي هما بيعملوا قدس الأقداس ويبقى يليه يوم معين الاحتفال بالإله. تنزل الشمس تيجي كده تخش كده متعامدة تقعد 20 دقيقة أو 25 دقيقة في الحدود دي في قدس الأقداس. الناس بقى قالوا لا ده هنا انت شايفين الخشب ده تحتيه حاجات عميقة جدا، خطوة تنزل تحت خلاص بس. طيب فقالوا لا ده هو ده عرش قارون، وإن هو لما اتخسف بيه الارض نزل ومدفون تحت. ده كلام، انما الحيطه بتتكلم، الجدار بيقول ان ده في حد بيتكلم جوه، في صوت جاي من جوه، في حاجه، في خفافيش. شوف الاوضه ديت مثلا، تعالى كده فين انت؟ تعالى انت، تعالى انت، انا عايزك انت، تعالى ما تخافش، تعالى. شايفين الاوضه دي؟
لا انا بوريك الاوضه دي. بصوا شوفوا بقى ايه، شايفين الاوضه دي؟ بير. لا خش انت، انا مش هخش. ده بير بس بتخش اكتر من كده. هي الحقيقه بنا غريب شويه، يعني من حق الناس انها تحكي هذه الاساطير. صباح الخير. من حق الناس انها تحكي وتقول اساطير كتير عن الغرف دي، لانها غرف غريبه جدا. هي مش مقابر انما هي مخازن للذهب يقولوا كده، او كان بيصنع فيها عم القارون الذهب. اهو كلام، لكن احنا بنفرجكم وبنوريكم. واذا كنت عايز تاخد عندك معلومه دقيقه فتاخد من دي. ايه بقى قصه قارون المذكوره في الكتب السماويه المقدسه؟ التاريخ لسه، انا بقول لسه. ليه بقول لسه؟ لانه ما دام الكتب دي مذكوره، الروايات دي مذكوره في الكتب المقدسه، لابد هيطلع من تحت الارض ما يؤكد هذا الكلام، يؤكد تفاصيله، اذا كان ربنا عايز الناس تعرف تفاصيله، يعني اذا كان موجود. انما قصه قارون بقى كما جاءت، وايه النفور اللي كان كبير جدا بين سيدنا موسى وعمك قارون، مع انه هو ثابت مش من الكتب السماويه، من الكتب التاريخيه، انه ابن عم سيدنا موسى. نشوف ايه الحكايه واحنا فوق. نصعد في حماية الإله سبك، إله الحب والخمر. أيها الإله المجيد، أيها الإله العظيم، إني أسألك أن تحنن قلب أنجلينا جولي علي. يا رب يا إله العظيم سبك، يا إله الحب والخمر، أنت رحت فين يا مولانا؟ الإله فين؟ مش لاقيينه. يبدو أنه خرج. واضح إن إحنا جينا في يوم مش مناسب للإله سبك، لأنه مش موجود، ما لقيناهوش. نطلع بقى هنا. إيه يا سلام. زي ما انتم شايفين المكان صحراء، لكن كان في هنا حياه في يوم من الايام، ومن سنين كتير كتير مرت، بدليل ان في معبد لاله. طبعا الاله دي كلها طلعت زي ما انتم عارفين يعني، لكن اللي يهمنا هنا قصه قارون المذكوره في القران الكريم. مذكور فيه نص انتم عارفينه طبعا في سورة القصص، إنما وفي أكتر من سورة في سورة غافر كمان. إنما في مؤرخين بقى وكتب دينية في التوراة طلعوا بقى حكايات عن قارون وعلاقته بموسى وكده. إحنا نقول من قوم موسى، أي حاجة بقى من قوم موسى، ابن عمه يمشي، عمه يمشي، مش عارف إيه يمشي، قول زي ما أنت عايز يجوز. هما في يقولوا في الكتب التفسيرات بتاعتهم إن هو ابن عمه أو عمه، معلش دي مش دي اللي تهمنا. انما اللي يهمنا المعلومه اللي احنا متاكدين منها، انه كان من قوم موسى فبغى عليه. واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. رجاله كبار، وشرحت لكم انا العصبه او احنا داخلين لما يبقوا 10 رجاله كده مش قادرين يشيلوا المفاتيح، تتعبوا. ويقال انه زي ما بقول لكم الكنوز كانت هنا، دي كلها حكايات سيبك منها. فالقصه انتوا عارفينها، ولبس الزينه وربنا سبحانه وتعالى خسف بيه الارض وانتهت قصه قارون. بس في بقى ست حته برضو في الكتب اللي هي بتبقى تعتبر تفسيرات، ما عندهاش اسس تاريخيه لكن كلها حكايات. ايه اللي خلى في قفله بين قارون وسيدنا موسى؟ هم احتمال يكونوا ولاد عم، واحتمال يكون عمه او حاجه زي كده، واحتمال كمان يقولوا ان سيدنا موسى هو اللي دعا
لقارون عشان يتغني، قال له يا رب ارزقه، فبقى يحول التراب ذهب. اهو روايات موجوده في كتب انه لما قارون ده اتغنى قوي، فسيدنا موسى قال له طلع زكاه، قال له انا عايز ايه؟ قال له ناخد على الالف دينار دينار وعلى الالف درهم درهم. قال له ده كتير. وراح ماشي في الناس قال لهم ده موسى عايز ياخد فلوس بتاعتكم يصرفها على مزاجه، مالكوش دعوه بيه. طب نعمل فيه ايه؟ قال لهم احنا نعمل له فضيحه. فراحوا لواحده ست مكتوب في الكتب يعني بتاعتهم انها بغي، يعني ست مش لابد. راحوا مدينا شويه ذهب، بقول لها تروحي تقعدي في الحصه في الدرس اللي بيديه موسى، ولما نقول لك قومي تقومي تقولي الكلام اللي احنا معلمينه لك. فموسى واقف بيشرح، سيدنا موسى عليه السلام واقف بيشرح بيقول كلام، اللي يسرق يحصل له كذا واللي يزني يحصل له كذا. فقام قارون قال له عليك يا موسى، عليك انت كمان؟ قال له طبعا. لا قوم يا امراه. قالت يا ايها الناس اشهدوا ان موسى يعني غرر تحرش بي. فبص لها سيدنا موسى نبي كبير بقى، قال لها قولي الحق والله شاهد عليك. فالست اتلبشت، قالت له تدوني فلوس ذهب. نفت سيدنا موسى من الواقعه طبعا، وفضلت الخصومه بينه وبين قارون اللي انتهت بالقصه بتاعت ان الله سبحانه وتعالى خسف بقارون الارض. بس يا سيدي لما تيجي هنا بقول لك احنا رايحين قصر قارون، قول له لا قديمه. أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة تانية. زي ما قلت لحضراتكم عندنا يعني الواحد بيعتز جداً بمثل هذه اللقاءات في باب الخلق. طول الوقت طول ما أنت ماشي بتتكعبل في ناس جميلة جداً بتحاول تعمل حاجات حلوة لبلدنا. 177 فريق دخلوا يتنافسوا من 42 دولة كلهم مهندسين، وفيهم دكاترة مهندسين عشان يعملوا مشروع. ايه هو المشروع والمنافسة ومين اللي كسب؟ اللي كسبهم قدامناهم، بس ناقصهم الأستاذة أو البشمهندسة هدى لأنها من اسكندرية ما لحقتش تيجي. إن شاء الله يكون لنا ليها لقاءات وهي بتنفذ المشروع. أهلا وسهلا بحضرتك. نبدأ بحضرتك، يا ريت بقى أنت تعرفي الجمهور المشاهدين بحضرتك. دكتورة مهندسة ابتسام الجزاوي، أنا مدرس في كلية الفنون الجميلة في الزمالك. وحضرتك علي خالد عليوة، مدرس مساعد في قسم العمارة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان. اسمك علي ولا علي؟ علي علي. تمام. أنا شريف خالد عبد الخالق، مهندس في شركة استشارات هندسية ومعيد بالأكاديمية البحرية بالقاهرة. انتوا شايفين وشه جميل قوي لأن هو بيحب الشيخ النخشبندي، ودي ميزة جميلة جدا، نحب صوت سماوي كده الشيخ النخشبندي ده. وحضرتك يا أنا مصطفى أحمد زكريا، مهندس معماري. أهلا وسهلا، شرفتونا. نحب نقدم للسادة المشاهدين القصة كلها. انت اولا ازاي تشكل الفريق وازاي دخلت المسابقة وايه هي المسابقة؟ هنعرف من حضرتك جزء مش مهندس مش مهندس مش مهندس. طيب بالنسبة ازاي تشكل الفريق، هو انا وعلي كنا في جامعة واحدة، اصحاب بقالنا فترة طويلة جدا. بعدين علي اتعرف على شريف، شريف عنده برضو حس فني كده، فاحنا انا وعلي فنون جميلة، فقلنا ايه ده اللي عنده حس فني؟ طب كويس. ايوه، فقلنا ده هيبقى فارق معانا. كان يعني كان نفسنا نعمل مشروع يعني معماري فني، يبقى فيه ابداع اكتر يعني. فاتبسطنا، دخلنا بعد مسابقات كتير مع بعض. بعدين اتعرفوا بقى على مصطفى وهدى في تدريب يعني معماري برضو، وبعدين بقى عرفونا على بعض. فبقالنا كده تقريبا من 10 يعني اقل حاجه 3 سنين، احنا من 10 سنين نعرف بعض، وكل شويه بقى بندخل مسابقات. بتخش يعني مسابقات يعني؟ من 10 سنين شكلتوا الفريق. من 10 سنين ودخلنا مسابقات كتير، بس اول مره احنا الخمسه بقى نبقى مع بعض في نفس المسابقه فكسبنا. طيب نقول بقى ازاي مجموعه مهندسين اصدقاء يتقابلوا يعني تلتقي افكارهم فيشكلوا فريق بهدف ايه؟ احنا
طبيعي ان احنا في ناس مننا اكاديميين بندرس في الجامعه وفي الممارسه العامه، ممارسه المهنه نفسها يعني. تمام. فدايما المسابقات المعماريه بتبقى واخده جانب اخر مختلفه شويه، لان مفيش كلاينت ان احنا هنقدم له المشروع او هنعرف منه وهننفذ وكده، فمش كل الناس بتتحمس لها، لان هي معتمده على ان احنا نفسنا نحقق حاجه ممكن ما ناخدش منها فلوس، ممكن ما نكسبش، ممكن نصرف عليها. يعني هي فيها روح المغامره. بالظبط كده. مظبوط يا باشمهندس. بالظبط كده. احكي لي بقى انت ازاي انضميتوا للقصه، انت فهمنا ازاي انضميتوا كلكم. تمام. بس انت انضميت بهدف ان عارف انها مغامره قد تحقق وقد لا تحقق. يمكن دي مش اول مره نشارك في مسابقات معماريه، اشتركنا قبل كده في مسابقات معماريه كتير وكان لينا حظ في بعضها وبعضها لم نوفق فيه. لا انا لسه بتكلم في نقطه ان انتوا تشكلوا فريق عشان خاطر كل مهندس صغير لسه طالع يكتشف او يعرف من حضرتك ومن حضرتك ومن حضرتك انه تشكيل الفريق دي حاجه مهمه. ده حقيقي. يعني الواحد فرضاني كده ممكن يحقق نجاحات وكل حاجه، لكن لما يعمل فريق برضه ممكن يحقق نجاحات اكبر. هو يمكن ميزه النقطه ديت ان احنا بنستفيد من كلنا من افكار بعض، بنعمل ايفالويشن او تقييم لافكارنا. عندنا فرصه اكتر ان احنا بدل ما نتعرض مباشره لجنه التحكيم، احنا داخليا بنعمل تحكيم داخلي على شغلنا، وبنقدر ان احنا نعمل فوتنج او تقييم للافكار بتاعتنا. بتفصصوا شغل بعضكم يعني، ممكن مصبوط. انا اقول له هي تعدل عليك وده باشمهندس مصطفى عدل يعني وهكذا. تمام. فالنقاش والبرين ستورمنج اللي بيحصل في كل فكره وكل تفصيله في المشروع هي اللي بتوصلنا في الاخر للمنتج النهائي. فدايما يعني يمكن عاده المعماريين بيحبوا ان هم يشتغلوا بشكل منفرد، ده اللي احنا متعودين عليه. يعمل عمارة وينفذ العمارة وياخد قرشين العمارة وتمام. فيمكن وده شيء كويس يعني، مشروع ومحترم. لكن احنا حاولنا ان احنا نكسر القاعدة ديت، ان احنا كل افكارنا تتوظف مع بعض، ان احنا نعرف نطلع منتج واحد يعبر عن افكارنا كلنا. تمام. ويعبر عن الفيجن اللي احنا عايزين نحققها. طيب دخلتوا بقى كم مسابقة؟ احنا دخلنا شيخ العرب انت. لا انا يمكن في حدود 10 مسابقات يعني اللي انا كسبته فيهم. انا في يعني بشكل شخصي يمكن كان مع فريق تاني، ولكن كان ليا الحظ ان انا الحمد لله كسبت قبل كده، وكانت يمكن مشروع وتنفذ فعلا. وكان خد برضو تقدير جائزه تشجيعيه للشباب من مركز العالم للثقافه سنه 2020. ولكن احنا دخلنا مع بعض مشاريع وتعلمنا منها كتير يعني، يمكن حتى الفايدة على طول ما بتبقاش من المشروع الفائز بس، مش لازم نفوز عشان نستفيد، بنستفيد كتير من المشاريع اللي احنا بنخشها والمسابقات اللي احنا بنخشها. ممكن تديني مثال كده؟ يعني يمكن احنا دخلنا مشروع إقامة حفل قاعة موسيقى كونسرت هول في ليتوانيا، وموفقناش ان احنا نكسب فيها من الجوائز الاولى المراكز الاولى، ولكن حصل انعكاسات كتير يعني. يمكن عنا نحلل كل مشروع من اللي كسبه ونشوف هو عمل ايه، اللي اضافه عن المقترح بتاعنا، ايه اللي يخليه يفوز. ده احنا كنا مشتركين فيه مع بعض. يمكن زي ما دكتور ابتسام قالت، ده كان اول مشروع نشتغل فيه احنا الخمسه مع بعض. يمكن كنا على طول مثلا ثلاثه مننا مع فريق او اثنين مع بعض. فده كان اول مشروع احنا الخمسه، وكلنا كله عنده الخبرات السابقه اللي اتعلمها من سواء خساره او مكسب من اي مشروع، وطبعا الخبرات اللي من العمل المهني والاكاديمي اللي عند كل شخص. ده اللي يمكن ساهم في ان احنا الحمد لله مره نحقق نجاح كبير زي ده. ايه بقى تقديرك انت للنجاح ده مصطفى؟ مصطفى صح؟ مصطفى. يمكن زي ما كان بيتكلم شريف، الموضوع مش يعني ما جاش صدفه شويه، هو يعني بقى لنا فتره بنشتغل على الموضوع ده في حته نتعلم احنا بنخسر ليه. يعني دايما قاعدين نشوف هو اللي بيكسب ده عمل ايه مختلف عننا. يمكن المره دي في اخر المسابقه، يعني يمكن في اخر اسبوع، كنا بنقول لبعض يا الواحد بقى نفسه يشوف اللي هيكسب المسابقه دي عمل ايه زياده عننا، عايزين بقى ايه نشوف بعد كده. كانك اتعودت على الخساره يعني. مش يعني هي حته اللي هو ايه، احنا عايزين نستفاد يعني، عايزين نشوف الاستفاده هتيجي ازاي بعد طيب. كده. طيب قول لي بقى يعني المشروع ده خططتوا له في قد ايه ونفذتوه على الرسم يعني؟ طبعا هو لسه مش تنفيذ، ما التنفيذ ده موضوع تاني مش موضوعك اساسا، حد يشتريه يعني مش كده؟
انما انا عملتوه في قد ايه؟ الرسمه والتخطيط والحاجات دي خد منكم وقت قد ايه؟ احنا بدانا في المشروع من وقت طرح المسابقه. احنا اول اصلا لما لقينا المسابقه في مصر يمكن اول مره المسابقه تتنظم في مصر، فتشجعنا جدا ان المسابقه في ارضنا، فنعرف نزور السايت ونعرف نحلل الموقع اكتر ونعرف تحديات احنا اللي عارفين تحديات بيئتنا. فالكلام ده كان من شهر يناير، قعدنا شغالين يناير السنه دي 2020 من السنه اللي فاتت 2020 لغايه نوفمبر. سلمنا نوفمبر تقريبا سنه، قعدنا نشتغل سنه. كان في اجتماع اسبوعي، يمكن الشغل كله كان اونلاين على زوم عشان كان موضوع اللي بيمر بالعالم كله، فاحنا كنا خلاص كله قاعد في البيت، فاحنا كنا اجتماعات كلها كنت كل واحد فيكم في بيته وبتشتغل كله اونلاين. يوم في الاسبوع مخصصينه للمسابقه وبنجمع فيه الشغل بتاع الاسبوع، ونقعد بقى ننقد شغل بعض ونجمع الافكار ونقعد نطور الفكره. يعني موضوع الفكره ما طلعتش. هل في حاجه ميدانيه بتعملوها؟ يعني بتقيسوا مساحات الارض والحاجات وال... طبعا احنا نزلنا نزلات في الاول السايت اكتر من مره، لان كمان عايزين في حاجات تكنيكال، ان احنا الحديقه مثلا بتاعه المسله ايه ده بتشوف النيد من انهي حته، طب السور ده ارتفاعه قد ايه، طب الممشى دوت الرامب بتاعه قد ايه، طب النفق جاي منين لفين، طب نزلت كوبري اكتوبر في انهي ارض. احنا بنغير فيه قرارات تمام. بقى في التخطيط لازم. طب ده خلينا بقى قبل ما نخش في التفاصيل دي نقول بقى ايه بقى المشروع، ان صوره عندنا، صور موجوده ويمكن الصور تكون معروضه دلوقتي. هو انت هتشوف مجرد كوبري ما بين الشرق والغرب، ما بين ميدان التحرير او متحف المصري ووصولا الى برج القاهره او الرصيف يعني بتاع برج القاهره، نعدي نهر النيل. مظبوط مظبوط ده المشروع. لكن زي ما انت شايف الصوره كده، الصور يعني فيها عايزه تفاصيل، فحضرتك اشرح لنا بقى مع المهندسين ايه الحكايه دي. اوكي بتعملوا ايه؟ هو احنا كان اللي كان فارق معانا او التشالنج بتاعت المسابقه، ودي كانت من احلى الحاجات اللي موجوده، ان هم عايزين يخلقوا زي متنفس للناس طبيعي. الناس ما تتحركش بعربيه، الناس تتحرك على النيل من الضفه الشرقيه للضفه الغربيه في وسط مسطح اخضر. فكان الفكره ان هي بس ما تبقاش كوبري، هو كانه عنصر ربط بين الضفتين في ممشى الناس تستخدمه، وكمان يبقى عليه مسطح اخضر كبير يعمل اتزان بين الجزء بتاع الزمالك اللي هو الجزيره للناحيه الثانيه ميدان التحرير وعبد المنعم. ده اللي قررته المسابقه، اللي هم المسؤولين عن المسابقه قالوا عايزين 177 فريق او اللي اشتركوا 42 دوله دخلوا بالزبط. عشان يعملوا عشان المسابقه في مصر بالزبط. السنه الجايه ممكن تبقى في هولندا وطالبين حاجه ثانيه، بلجيكا تمام تمام عشان مزبوط. بس نوضح الحكايه ايوه مزبوط. فالسنه دي اول مره تتعمل في مصر، اول مره تتعمل في مصر، وطلبوا منكم انكم تعملوا وصله ما بين الشرق والغرب فيها متنفس للناس بالظبط. ده المطلوب في المشروع، ده المطلوب في المشروع تمام. فاحنا كان فارق معانا كان في شويه حاجات تانية بقى برضو مطلوبه، ان يبقى في مثلا انشطه ثقافيه على النيل، مطاعم، حاجات بتتاجر. فاحنا كان اللي كان فارق معانا بقى ان المواطن المصري يبقى ليه الاولويه، يبقى القرار بتاعنا ان اعلى حاجه في على الممشى ده ان ده يبقى للمواطن المصري، وكل الطلبات التانية هي اللي تبقى في الادوار بتاعه الجسر. فده اللي نجح المشروع، ان هم حسوا ان احنا احنا راعينا كل طبقات المجتمع، بس خلينا الاولويه للي هيمشي عادي. ده بقى ما كانش مطلوب، ده ما كانش مطلوب، مطلوب بس جسر يربط ما بين الشرق والغرب. فانتوا عملتوا في الجسر ده يعني طبقات أكتر من طابق. ايوه مظبوط، في طبق هيبقى فيه محلات وحاجات زي كده بالظبط. يعني مستلهمين ده من انكم بتشوفوا الناس طول الوقت ماشيين على كوبري قصر النيل يقعدوا يقولوا مواويل وكده. أيوة. ليل يا عيني يا ليل. هم الشعب المصري حول هياكل انشائيه خرسانيه لكده ايه، لوحه لمتنزهات لوحه مليانه نبض بالحياه، اللي بيتصور واللي بياكل واللي بيروح فانتوا عملتوا له الاماكن بقى، بدل ما يجي عربيه حمص الشام يبقى في محل صغير بيعمل حمص وهكذا. متهيألي كده يا باشمهندس مظبوط. ويمكن زي ما دكتور ابتسام كانت اتكلمت وقالت، المشروع بتاعنا هو مش مجرد جسر بيربط ما بين الضفتين، هي حياه ممتده، شرايين ممتده للمشاه، لحركه المشاه على الضفتين. يعني دايما احنا عندنا الاولويه، مشكله لما نزلنا للسايت وللموقع ودرسنا الموضوع كويس، لقينا ان المنطقه لو على سبيل المثال المنطقه اللي قدام المتحف المصري وارض الحزب الوطني الديمقراطي السابق، هنلاقي ان في كورنيش للعربيات
شارع كورنيش النيل بعرض كبير جدا وفي نزله كوبري اكتوبر، فهنلاقي ان الاولويه في المنطقه دي هي اولويه للمركبات مش للمشاه. صحيح. فيمكن دي كانت مشكله، الناس كانت بتحاول تعوض ده في رصيف صغير 2 متر او متر ونص، وتحاول ان هي تخلق حياه لنفسها. صحيح. لكن احنا حاولنا ان احنا نعوض الكلام ده باننا صممنا ان 200 متر من كورنيش، من طريق الكورنيش يتحول الى نفق اسفل الارض، ونقلنا النزله بتاع كوبري اكتوبر اللي هي نزله قصاد المتحف المصري وبتمثل عائق بصري بيمنع اتصال المتحف المصري بالنيل وبيمنع اتصال المشاه بالمعالم اللي موجوده في القاهره، نقلناها في مكان اخر، نقلناها في اخر الارض، بحيث الارض دي كلها بعد ما فرغناها حولناها لمتنفس طبيعي. يعني انت في المشروع اللي حضرتك رسمته او حضرتكم يعني هتاخد من الشارع الموازي للمتحف اللي هو بين المتحف وبين الهيلتون، هتاخده ده والكوبري يروح وراه ولا ايه؟ هو في شقين. الشق الاولاني بتكلم على طريق الكورنيش اللي هو موازي للنيل. ايوه. فده كانه الووتر فرونت، هي مفروض في كل يعني الطبيعي ان الووتر فرونت او مكان على مجرى مائي الاولى بيه الناس مش العربيات. ودي مشكله بيعاني منها نيل القاهره بالكامل. فحل ان هذه المشكله في المنطقه دي كان اقتراحنا ان احنا ننقل حركه العربيات ان هي تبقى تحت الارض، ونستبدلها هتعمل حديقه كل المكان ده يبقى حديقه متدرجه على النيل قبل ان يحصل فيها مفيش عربيات تمشي في الحته دي، خلاص تمشي من تحت. والمكان ده كله نستحضر المتحف المصري كانه اتنقل على النيل، هتاخد ارض المتحف يعني المشروع يعني اتنقل كله على النيل ويمشي ويطلع الكوبري بقى اللي هو بالمشاه، بيبقى الناس هتعمل له سلم كهربائي بقى عشان تفتح تعلى. ده الشق الاولاني. الشق الثاني بقى غيرنا موضوع السلم ده. هنقول لحضرتك تريك كده حلو، يعني الناس هتشيل بعضها. لا في التريك الحلو شريف بقى ما تقول التريك الحلو ده، اقول شريف هو يمكن لا احنا يمكن صممنا كان في اعتبارنا جدا الاكسسبيليتي بنقول، او يمكن اتاحه الاستخدام والدخول لمختلف الناس، مختلف الاعمار، مختلف المستخدمين لجميع الناس. فاحنا عملنا الميول بتاعتنا، يمكن دي نقطه ميول الكوبري ميوله متاحه ان انا ابتدي اي حد يعرف يخش من غير اي مساعدات او اي عوائق حركيه. يعني انا مش محتاج ان انا اعمل سلم، مش محتاج اعمل اسانسير، انا الميل بتاعي 1:20. احنا كنا بنقول ان هو ميل واحده. ايوه. ميله متدرج بشكل احنا بنتكلم ان هي لو رجعنا لمراجع هندسيه يعني هيبقى مطلع بس حنين، هو مهيئ للاستخدام البشري بشكل مريح جدا من غير حتى استراحات. يعني مش محتاج ان انا كل ما اطلع شويه مجال استراحه، لا هو ميل متكامل مستمر من لانك انت هتبعد من هناك، هتروح عند المتحف هتبعد، فعندك مساحه للميل. هو يمكن طول المشروع كله 500 متر، يعني من بدايته لنهايته يمكن عرض نص كيلو يعني نهر النيل. عرض نهر النيل في المكان ده 300 متر. فاحنا عندنا تاخد 100 من هنا و100 من هنا بالظبط. احنا عندنا الميل كله متدرج لحد 1:20 بشكل بسيط خالص، اي حد يعرف يستخدمه لحد ما يطلع للاخر خالص وبعدين يبتدي ينزل تاني. هو بشكل سلس جدا يعني موضوع متاح للجميع لمختلف المستخدمين. ويمكن ده اللي اتاح لنا بقى فكره ان الموضوع ما بقاش مقتصر على ان انا بعدي من ضفه لضفه. احنا عايزين نخلق حياه فوق النيل. فاحنا حتى مسمى المشروع كان او المسابقه كان جسر حي فوق نهر النيل. طيب الجسر ده طبقتين يعني طابقين. الطابق اللي تحت هتعملوا فيه محلات وحاجات زي كده. هو يمكن 3 طوابق، يعني في طابقين مغلقين فيها فراغات، وبعدين الطابق الثالث بقى هو اللي فوق خالص هو ده اللي مفتوح. هو ده الجسر يعني. هو ده يعني الطابقين اللي تحت دول احنا مالناش علاقه بيهم ولا ايه؟ مش فاهم، قول يا مصطفى. هو 3 طبقات ودورين مقفولين. الدورين المقفولين ممكن تبقى مساحات ايجاريه استثماريه، وفي حاجات كمان في اجزاء منهم للناس، بحيث ان دي اللي هتضر الربح للمشروع وهتصرف عليه وهتجيب عائد. والحديقه الرئيسيه اللي فوق او الطبقه الرئيسيه اللي فوق هي اللي للناس، مفتوحه للناس، ما فيهاش محلات بقى خلاص. دي ما فيهاش محلات بقى فوق. دي الفسحه بتاعتهم بالظبط. تحت في الاجزاء الرئيسيه مفتوحه، اجزاء منها الرئيسيه مفتوحه للناس، بس اغلب الاجزاء مقفوله، اللي هي ممكن تبقى مساحات ايجاريه زي ما بنقول،
لان احنا يعني عندنا تصور ويعني ان لازم مشروع يبقى فيه جزء يصرف عليه وجزء يجيب له صيانه وجزء طبعا عشان يعني عشان المشروع يكمل ويفضل بنفس طاقته. وكمان المشروع ده هو نوال حياه جديده في القاهره، يمكن بعد نقل الوزارات والهيئات الحكوميه للعاصمه الاداريه لعل وعسل طبعا كل الناس يعني كل الزحمه وكل الكلام ده هيتنقل بره. فاحنا بنقول ان احنا بنعمل نواه الناس بعد كده لما تيجي من كل حته تيجي تستمتع بالتجربه اللي هي على النيل دي في المتنزه اللي هو مش كوبي هو متنزه عن النيل هو حديقه عن النيل، تيجي ازاي يبقى البيئه بتاعت القاهره مهيئه للناس مهيئه للمشاه الاولويه للمشاه مش للعربيات. جميل جميل جميل. فاول ما الناس تيجي تشوف بعد كده ترجع لبيئتها ترجع لاماكنها تاني تبتدي تنقل الكلام ده لاماكنها فيها في اهم حته في مصر اللي هي ميدان التحرير والحته وسط القاهره وسط البلد وسط القاهره بنحط نواه لفكره جديده للحياه جديده في القاهره من الفراغات المفتوحه. يا شيخ شريف انت بقى ايه لما قدمتوا المشروع كان احتمالات انك انتوا تنجحوا كام؟ 100%. احنا متفائل قوي. يعني لا يمكن احنا قدمنا وزي ما كان مصطفى قال هو ده كان قصده يمكن ان احنا لما واحنا بنقدم المره دي قلنا احنا جمعنا وحاولنا واجتهدنا فعلا قدر الامكان بان احنا ناخد يعني احنا يمكن عشان نوصل للحل اللي احنا اقترحناه في الاخر ده احنا عدينا بتسع او عشر حلول اثناء تطوير الفكره. فاحنا فعلا لما قدمنا المقترح ده قلنا هو اللي هيطلع الاول ده هيعمل ايه اكتر من اللي احنا عملناه. احنا مستنيين الاول ان شاء الله. يعني هم قالوا لا خلي بالك في احتمال قلت لهم لا اول ان شاء الله فاللي هو هيكون عملي اكتر من اللي احنا عملناه فبس يعني. طب قول لنا بقى الجائزه دي ناس لسه لغايه دلوقتي ما قلناش ايه الجائزه باسم مين. طبعا هي بتاع في مهندسين عراقيين بنجد لهم بنحترمهم جدا رفعت الداجرجي داجرجي وطبعا زها حديد دي انا كلمت عنها يعني قريب لانها مهندسه عربيه عظيمه. ايه بقى الفكر الجائزه؟ تمام هي جائزه دوليه بتقام كل سنه لمعماريين العالم ويمكن من سنه 2012 كانت رئيسه لجنه التحكيم زها حديد وهي جائزه دوليه مرموقه يعني بتلفت انظار المعماريين على مستوى العالم وكل سنه بيختاروا تحدي محلي في دوله معينه وبيبتدوا يدعوا المعماريين ان هم يشاركوا بتصوراتهم وفكرهم عن الحلول للمكان ده. فيمكن السنه دي لحسن حظنا دي اول مره اللجنه القائمه على تميز تختار مكان المسابقه في مصر واختاروا ان هو يبقى في القاهره فأهم مكان هم اختاروا مكان المسابقه مصر القاهره ميدان التحرير القاهره مشروع جسر مشاه حي لربط ضفتي النيل. هو خلاص على كده؟ لا وحددوا مكان حطيته مستطيل كده وانت تفكر الجسر سموير هنا دي في مكان تمام في مكان ما هنا ومطلوب ان يبقى فيه بعض الانشطه وبعض الافكار بس سيبوكوا بقى انتوا مع نفسكوا كده قعدتوا سنه تشتغلوا بالظبط بس طبعا كان في كراسه شروط كان في اشتراطات كان في محددات كان في مثلا اشتراطات ليها علاقه بالملاحه النهريه طبيعي ففي كراسه لكم مقاييس معينه كان في كراسه شروط قويه واضحه وهما طبعا عرفنا بعد كده ان اللجنه نفسها اللي قامت باختيار الارض كانت لجنه مشكله من معماريين عالميين على مستوى العالم وقعدوا في مداولات لمده طويله جدا عشان يحددوا نوعيه المشروع ويختاروا مكانه دي يمكن حاجه استفادوا فيها ونقاشات وكانت يعني عرفنا بعد كده في بعد ما كسبنا. طب قولي لي بقى الجائزه دي بقى ايه قيمتها غير القيمه الادبيه الكويسه جدا يعني احنا ليها قيمه ثانيه هل بتلزم حد يعمل لكم المشروع هل يعني ولا هي مجرد جائزه بتدي اضاءه كبيره على المشروع؟ لا هي الحقيقه مجرد جائزه للافكار المعماريه وكان بعد كده كان مقترح ان كل الدول اللي بتقام فيها التحديات المحليه دي كل دوله بتبتدي تشوف هل المشروع ينفع يبقى مقام على الأرض بتاعتها هل الأفكار المقترحة دي كأنها بتسهل المشكلة اللي موجودة أو العائق اللي موجود يعني إذن الجائزة بتدي يعني سبوت كده على المشروع دوت بحيث إن الدولة بقى تنتبه لأن ده واخد جائزة مشروع كويس بالزبط. ممكن يتنفذ وممكن طبعا في يعني زها ليها مشاريع كتير ما اتنفذتش وليها مشاريع عظيمة اتنفذت على مستوى العالم حقيقي يعني ممكن ممكن لا بس انتوا كده حققتوا اللي انتوا عايزينه مظبوط بالظبط
يا مصطفى عايز تقول حاجه؟ يمكن يعني هي احنا خدنا الجائزه الاولى بلجنه التحكيم اللي هو باجماع لجنه التحكيم، وفي جائزه ثانيه اللي هي جائزه اختيار المجتمع المعماري، ودي جائزه طريقه تقييمها مختلفه عن التحكيم، يعني اكن هيئتين قيموا المشروع واحنا خدنا الجائزتين. يمكن السنين السابقه ما كان دايما الجائزتين مشروع بياخد الجائزه دي طبيعي. مشروع بياخد الجائزه دي، فكان في اجماع السنه دي ان المشروع الحمد لله بتاعنا كان يعني حقق، يعني ردنا على تحدي المسابقه كانت ليها تحدي معين، احنا حاولنا الحمد لله نرد على التحدي. عملتوا عناصر متكامله بحيث انكم تقدروا تاخدوا جائزتين. بالظبط. طيب واللي بقى بعد الجائزتين دول انت احنا دلوقتي يعني يمكن يعني بعتنا الفكره على موقع الرئاسه قدم فكرتك كويس، وان شاء الله منتظرين يعني لو الفكره لقت يعني قبول. قالت لي الدكتوره كمان انه عملت اتصال بمكتب رئيس الوزراء. مظبوط، احنا الحقيقه احد الناس الصحفيين الحقيقه يعني تفاعل معانا جدا ووصلنا بمكتب رئيس الوزراء وقدمنا برضو الملف، بس كانوا طلباتهم اكتر طبعا من طلبات المسابقه بكتير. الحمد لله قدرنا في يومين يعني حققنا يعني كل التعديلات اللي هم طلبوها وقدمنا الملف ان شاء الله. طيب المشروع اهو انتوا رسمتوه، هل انتوا بتفكروا كمان انتوا يعني لو ان شاء الله يتنفذ تنفذوه ولا ده مش شغلكم؟ لا طبعا احنا يعني من اول يعني تحقيق الفكره نفسها لغايه التنفيذ وتسليم المشروع احنا او ممكن حد يشتري منكم المشروع يعني ممكن ده وممكن ده. مظبوط، لازم راعي، لازم مالك للمشروع ولازم ممول ليه طبعا، مستثمر للمشروع. لا انا بس عايز اوضح للساده المشاهدين، ده مشروع تصميم، ممكن انا اقول لكم اوكي هاخده وانا هنفذه، وممكن اقول لكم تعالوا نفذوه الاثنين ممكن طبعًا. كلها طرق تعاقد وكلها كلها كله مسموح بيه يعني. انت تحب ايه يا شريف؟ انا احب ان احنا نكمل رؤيتنا او ان احنا انا رايي ان انت عايز تنفذه تاخد دكانتين فيه كمان. لا يا ريت والله بجد فكره جميله جدا يا ريت. 100 100 انا هننجح 100%. مشروع كده طب ما نعمل كده، ما نشترك ونعمل مكتب صغير كده. احنا يعني كان طبعا احنا كان حلمنا ان احنا نكسب الجائزه وده كان هدفنا والحمد لله كسبناها، ويمكن عايزين فعلا احنا من تحمسنا للفكره اصلا هو ده اللي دخلنا المسابقه، احنا نفسنا نشوف الموضوع ده بيتنفذ. طب لو الكوبري ده ان شاء الله يعني اتنفذ وبدات تطلع عليه اول خطواتك في السلم بتاع اللي هو المدرج البسيط دوت كده، حتى قول ايه لنفسك ولزمايلك ولفريقك الناجح ده؟ اقول الحمد لله. هتغني ايه للشيخ النقشبندي؟ هتقول ايه يعني؟ هتنشد ايه للشيخ النقشبندي؟ هغني مولاي مولاي. صحيح. دكتوره انا بشكرك جدا وبنبلغ تحياتنا لهدى. دكتوره برضو؟ لا مهندسه هدى. يا رب هدى مهندسة. ان شاء الله. طيب ده المشروع اللي قعدتوا عليه سنه تشتغلوا، يوم في الاسبوع بتتقابلوا وبتعملوا شغلكم، انتوا بتشتغلوا ايه تاني بقى ولا هو ده شغلكم بس؟ مش معقوله. لا يمكن احنا شغالين يعني انا شغال في شركه استشارات هندسيه كبرى، وشغالين في مشاريع كبرى في العاصمه الاداريه، وشغالين في مصر كلها. يعني اذا ده جزء من من عملك يعني. لا جزء بره يعني يوم كان ده كان جمع يوم الاجازه، حاجه خارجيه يعني الشغل. بتعمل لنفسك خبره بالظبط وبتستفيد وبتعمل حاجه في السي في بتاعك افكارك صح كده، ونزيد من مهاراتنا ونزيد من مهاراتنا. طيب وانت شغال ايه غير انك انت بتنشد بالليل في حته؟ لا لكن انا مهندس في